اقل شيء ناقص 20 كيلو. انا قدامك كان وزني 103 كيلو، الان وزني 85 تقريبا. كانوا بفرقوا في العزاب بين دكتور وشن وحبيب؟ لا لا لا، المعاملة لا إنسانية للجميع، للجميع المعاملة لا إنسانية للجميع. في استهداف الضباط زيادة؟ كان؟ لا مش لهالدرجة، بس ما كان في احترام ل القيمة العلمية أو الفئات العلمية المعينة اللي يعني، بل بالعكس. أذكر معانا في السجن أحد الوزراء السابقين هو الدكتور المنسي، ورجل تعدى 70، وراجل كان زارع مفصلين جديد في الركب، مفصلين صناعيات، لأنه لم يحترموا هذه المعاناة. في غالب الأحيان يضطروا يقعد